شو بتحمل الأفلاك لمواليد الجدي بشهر حزيران 2018 بشهر جون؟ بدي أقول لك عزيزي الجدي إنه في مناخ جديد بيخدم مصالحك، بس في إرباكات كمان، وفي تحديات ومواجهات، وفي بعض الشروط يلي بتفرض نفسها بهالشهر. رح تشتغل بجهد كبير حتى تشق طريق أنت ملاقيها مناسبة، وبتتعاطى مع شتى المواضيع بليونة فائقة، تصطدم ربما بحدث عائلي بيحيي أحقاد الماضي وبتنكب على معالجته قبل تفاقمه. قد يتعلق كمان الأمر بالمجال المهني أو على مستوى الصداقات، بتحاول إنك تصالح بعض الأطراف وبتوظف مواهبك الإنسانية بهالإطار. في شيء جديد بالجو، جديد بيخدم مصالحك، وبتحاول إنك تكسب الرهانات وتعمل وبتشتغل بمجال كتير جديد عليك ومختلف. الحظ رح يبتسم لك حتى تغير قدرك، فإذا سعيت إلى عمل آخر بتبلغ غايتك قريباً. جوبيتر ونبتون بيدعموك جداً وبيوسعوا الأفق. هالشي ما بيمنع أنك بتحتار شوي بأمرك في بعض الأحيان وبتتشكى من رباك ومن ضياع، بس بتحدد أهدافك، فأنت شخص بيصير نحو النهاية. ما حدا أشطر منك لما بدك توصل إلى هدف، ما في شي بعرقلك وبتضلك ماشي حتى ولو ببطء. بس بدي قلك بهالشهر النمط بيكون أسرع، يعني بتدفعك الأحداث أنك تصير بطريقة أسرع من عادتك. بالنصف الثاني من الشهر بتميل شوي للإنعزال، ولو أنه الحركة تطويرية، بس في شوية إنعزال بالنص الثاني. بتساعد أحد أفراد العيلة على حل مشكلة جدية بالنص الأول من الشهر، تبذل جهود لمؤازرته أو رعايته. بالشؤون العاطفية بتعيش رومانسية خاصة، بتحيط نفسك بأجواء حالمة، ويمكن تغار على الحبيب وترعاه بالوقت نفسه وتلبي معه الدعوات. بس أثناء الدعوات إذا هو لفت الأنظار بتكون أنت شوي متضايق ومنزعج. إذا كنت غير مرتبط بتلتقي بوجوه عديدة بتقضي معها أوقات حلوة، فلك بيحذر من قصة عاطفية يمكن تولد بهالشهر وتصطدم ببعض التعقيدات أو المحرمات. انتبه، الماضي يمكن يرجع للظهور بحياتك، أما العنصر المادي بيشكل نقطة خلاف بنقاشاتك مع الحبيب أو الزوج. هالشي بيصير النزاعات والتوتر، يمكن تتحمس لبعض الأشخاص بعدين تتحفظ بدون سبب، يعني تحب وتتراجع وتعيش شغف بعدين تخاف من أنك عم ترتكب هفوات. هلأ بترفض الأنظار كتير بهالشهر، بتكون النجم بكل محيطك، بتصغي لكلمات الإعجاب باعتزاز بالنفس. هالشهر بيحمل حركة كبيرة على الصعيد الشخصي، وانفعالات جديدة وتقلبات ومفاجآت أيضاً بتترك أثرها على الأشهر الباقية من السنة. يعني اللي بده يصير هالشهر رح يكون له آثار كبيرة طوال الأشهر المتبقية.